السلام عليكم. خطافي اتلتيكو بيلباو من احسن المقابلات اللي شفتهم اليوم من احسن المباريات اللي شفتهم. زوج فرق داروا شخصيه كبيره في الدور الاسباني ليغا، وين شفنا كيفاش اتلتيكو راؤول اللي سجل، غارسيا اللي سجل في الدقيقه السادسه، شفنا خيمي ماتا اللي سجل في الدقيقه 12. يعني الشوط الاول شفنا هدفين، شفنا لعب متميز، شنا فرق عندهم شخصيه، فرق ما بقاتش في اسبانيا نقولوا حنايا كاين دو زيكيب ولا تروا زيكيب. شنا اليوم زوج فرق اللي قدموا مقابلات كبيره، وين شنا كيفاش خطافي وين لعب بالطريقه التقليديه المعهوده اللي هي 4-4-2. شنا كيفاش اتلتيكو بيلباو اللي راه يقدم عند زوج مقابلات اللي قدمهم كبار، وين شفنا كيفاش لعب بطريقه 4-2-3-1، يعني طريقه هجوميه، وين شفناهم كان شفنا بلي المقابله كانت في وسط الميدان، كانت حرب كلاميه في وسط الميدان. شفنا كل مدرب وين كريتانو المدرب تاع اتلتيكو بيلباو اللي عمل 3 تغييرات، شفنا المدرب تاع خيطافي فانيك اللي دار 2 تغييرات. يعني اليوم نقولوا بلي خاصة ما نساوش الدور الكبير اللي داروه الحراس كما شفنا تاع خيطافي دافيد سوريا، وين قدم مقابلة كبيرة وانقذ المرمى تاعو. اوني سيموني اللي فانيك انقذ المرمى تاعو من عدة أهداف. شنا راؤول غارسيا اللي سجل في الدقيقة السادسة، شنا ماتا من جانب شنا من جانب خطافي اللي سجل كذلك، شنا إيريك فانيك اللي كانت عندهم، فيصل فجار، شنا المقابلة مارك، شنا المقابلة شنا تضيع أهداف خاصة في الشوط الثاني، شنا مانويل، شنا بنتا، شنا لاعبين ماركوس من جانب أتلتيكو بيلباو اللي لعبوا قدموا كل ما يملك في هذه المقابلة، وكان كان تعادل سيد الموقف، وين شنا كيفاش كل فريق كان تعادل إيجابي من الشوط الأول، رغم أن كانت الفرص ضائعة كثيرا، لكن هذه هي المقابلة، مقابلة اللي كانت نقولوا بلي كانت مقابلة ممتازة للفرق كما نقولوا حنا نشوفوهم، نشوف بالك الناس يشوفوهم صغار بصح لا، هذو الفرق اللي عندهم تقاليد، فرق اللي كسبوا شخصية في الدور الإسباني، هذه هي صحيتهم.